السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي، نتمنى إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة لبنى ماهر. اليوم غادي نقدم معكم واحد الساندويتش يجيو رائعين صراحة، تيجيو لذاذ بالدجاج والخضروات، صراحة تيجيو لذاذين بزاف كوجبة للغداء أو للعشاء، تعجب الصغار والكبار. نتمنى الوصفة تنال الإعجاب ديالكم، وغادي نكملوا الوصفة إن شاء الله. وهانتوما معايا. بالنسبه اخواتي، هنا المكونات عندنا. اول حاجه الخبز ديال الساندويتش اولا الخبز ديال الطاكوس اللي وجدنا ديجا سبق ليا ووجدته معكم في الفيديو سابق. عندنا هنا كذلك الصلصه اللي ديجا سبق ووجدتها كذلك. غادي نخلي لكم الرابط ديال الخبز والرابط ديال الصلصه في صندوق الوصف. عندنا هنا الدجاج كيف ما شفتوا مقطع هكايا، دجاج محمر في الفران. عندي الفريت، عندي هنا شويه ديال الهريسه اولا الحرور على حساب الذوق. عندي هنايا درت شويه ديال السلطه حمراء، هاد السلطه الكبيره تتكون هكا. وعند درت شويه ديال السلطه عادي، شويه ديال البصله حمراء، شويه ديال الخيار طرونشويات هكا صغار. عندي مطيشه اولا طماطم. غادي نوجد معكم ان شاء الله لي ساندويتش، يجيو رائعين صراحه، تيجيو غزالين والضوق على حساب كل واحد. بالنسبه للدجاج اللي استعملت انا، درت هذا اللي عندي جاهز صراحه، خديته جاهز. بالنسبه لكم ممكن ديروا هذا الدجاج هذا اللي تديروه في رقائق الذره، البيض ورقائق الذره مع شويه ديال الملح والابزار، اولا ممكن ديروا شرائح ديال الدجاج عاديين دوزوهم في المقلاه اولا في الشوايه بشويه ديال الملح والابزار. كذلك ممكن ديروا قطع ديال الكفته، يعني صراحه تيجيو حتى هما رائعين مع هذا الساندويتش مع هذه الخضروات اللي غادي نديروا ان شاء الله. غادي ندخلهم انا للفران، ممكن تقليوهم، انا كنفضل انني نديرهم في الفران باش نقص شويه تاع الدهون ان شاء الله، وغادي نتلقاو في تتمه الوصف. بعد ما كيطيبوا لينا في الفران كيف ما كتشوفوا، يعني تيجيو مقرمشين صراحه، تيجيو رائعين، تيجيو زوينين في هذا الساندويتش هذا. تتقطعوهم قطع طويله باقيين سخانين، غادي نقطعوهم كاملين باش نوجد بهم لي ساندويتش اللي محتاجه، وغادي نطلقاو باش تشوفوا طريقه كامله للساندويتش. هنا عندي هاد الهريسه، غادي ندير منها شويه في هاد الصلصه. صراحه تجي واحد الصلصه اللي رائعه صراحه، تجي غزاله لذيذه ان شاء الله، الا جربتوها غادي تعجبكم اكيد. هنا كنديروا اول حاجه كندير شويه ديال الصلصه، ندهن بها الخبز ديالنا. ساندويشات يعني تيعجبوا الدراري الصغار الكبار صراحه، تيجيو زوينين بالنسبه للصيف ان قرب. وصفه يعني كفكره للعشاء او للغدا. كندير هنا قطع ديال الطماطم، كندير عليهم قطع ديال الخيار، كيجيو بواحد المذاق لي زوين. كندير كذلك قطع ديال الدجاج، كنضيف شويه ديال الصلصه من هاد الصلصه اللي زدنا فيها الهريسه. نديرو شويه ديال البصله، البصله الحمراء هذه مفيده الصراحه وزوينه، وعلى حساب ثاني الذوق. كنديروا شويه ديال السلطه،
شويه ديال الفريت. انا غادي ندير هنا نزيد شويه ديال الصلصه. صراحه الصلصه كتجي رائعه رائعه صراحه. حتى الا جربتوها غادي تعجبكم اكيد. غادي ندير هنا الفريت انا غادي نحاول نطيبهم على ياسرا. ممكن ديروا كذلك ممكن ديروا مي في المقلة عادي. انا غادي ندير هنا شوي ديال الهريسة. لو ساندويتش ديالنا كنلويوهم على هذا الشكل هذا. كنخليوهم حتى غادي نطيبوهم شويه. غادي نكملوا الكميه اللي عندنا كامله على هذاك الشكل. غادي نطلقوا باش تشوفوا معايا الشكل النهائي ديالهم. صراحه كيجيو داد بزاف. هنا بعد ما عمرنا كاع لي ساندويتش كما شفتو غادي نديرهم انا هنا في بياسترا. ممكن ديرهم غير في المقلة عادي يعني. غادي نخليهم حتى كيشدو شوية اللون ويتقرمشو شوية وغادي نتلاقاو باش غادي تشوفو الشكل النهائي ان شاء الله ديالهم. تيجيو رائعين صراحه. تيجيو لذاد. تيجي فيهم المذاق ديال الشاورما وشي حاجه اللي صحيه موجدينها في البيت ديالنا يعني بدهون اقل كيف ما شفتوا الصلصه. يعني غادي تدخلوا الفيديو ان شاء الله ما فيهاش الزبده. كذلك لي تندرز ما قليناهمش دخلناهم يعني الفران وجميع العناصر او المكونات اللي كاينين في الساندويتش مجرد خضار. يعني صراحه شي حاجه اللي كتجي لذيذه وصحيه. ان شاء الله غادي تشوفوا معايا الا الفريت اكيد راه مقلي ممكن ديروه في الفران اللي يعجبكم. ان شاء الله غادي تشوفوا معايا الشكل النهائي ديالهم بعد ما يتحمروا لينا شويه. اخواتي بالنسبه للشكل النهائي ديال الساندويتشات هما هكايا كيجي على هذا الشكل هذا. صراحه تيجي زوين بزاف بعد ما طاب. انا درت لي شويه ديال الفرماج هنا من الفوق وقلبته في البياسترا تحمر واحد شويه داب. تيجيو لي ساندويتش رائعين صراحه لذاد بزاف بزاف. فيهم كل شيء صحي تقريبا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. جربوها ان شاء الله الى وصفه قادمه بحول الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.